بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين متابعين الكرام، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل. نحييكم كالعادة أجمل تحية من موقعنا ميدان سيف العرب، تحية الإسلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا نتواصل في هذه المكرمة الغالية، مكرمة سيدي الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميدان سيف العرب في المرموم، وانطلاقة سن الحقائق في صباح هذا اليوم في الثاني عشر أو الثامن عشر من الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. انطلق الشوط مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، انطلقت الحقائق البكار لقايا الموسم القادم بعد فترة إن شاء الله، بعد أيام قليلة. يا سلام، نسير مع مقدمة الشوط هذه اللي تصير. شوف 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 الرقص، شوف الرقص، يا سلام. صدرت الأوامر على فلك وانطلقت إلى المقدمة، انطلقت إلى المركز الأول. الله يا الغويص، الأربعمية متر الأخيرة تنفرد فلك بالمركز الأول، ترقص ترقص في الأمتار الأخيرة، ترقص على أرضية هذا الميدان وتقدم عرض جميل ورائع للقاية. يا سلام، باعدت بينها وبين البقية، انفردت بدون منافس، أصبحت فلك مشاهدين الأعزاء في هذا الفلك الكبير والجميل. تنطلق على مقدمة الشوط وتعلن الفوز والناموس في هذا الشوط من مع الثلاثة كيلومترات في أول أشواط صباح هذا اليوم في ميدان سيف العرب. هذه فلك تصل إلى خط النهاية وإعلانها عن الفوز والناموس. تهانينا سعيد بن حمد الغويص على فوز فلك بجدارة وبدون منافس، بينما تجيها في المركز الثاني لسالم بن راشد أو راشد بن سالم ببخيت على المركز الثاني، والمركز الثالث وصلت في الشاهينية حمد بن راشد بن غدير. هذه الثلاث المراكز البقية عند جنة خط النهاية. بنعود إلى توقيت فلك في هذا الشوط، توقيتها الزمني مشاهدي الأعزاء 4:46. هذه فلك في 4:46. تهانينا والناموس.